ميلاد سهل النجمة ايه انا كلش احبها ست ميلاد قلب طيب واكثر وحده اشتغلت وياها اشتغلنا مسرح اشتغلنا تلفزيون اشتغلنا اذاعه وعلاقتنا طيبه وطيبه القلب واذا تشتغل وياك بمسرحيه يعني انت ضمنت بين كل اربع ايام خمسه يجيك جدر برياني ولو دول ما معدله وقلبها طيب وفنانه شويه متواصل وياها لحد الان؟ اي يعني دائما يوميا بيناتنا رسائل يعني وياها اكو صار عندنا انتكاسه يعني إيه هو هذا المرض هو هذا آه الغريب انه من نروح نشوفها نقول الحمد لله على السلامه هاي تقول لك يعني شنو انا ما ابي شيء هي يعني العزيمه اللي عندها قوه وكانما نبات بتتغلب على احس انه خاف كذب مو مريضه نعم. يعني الله سبحانه وتعالى انطاها هاي الصفه الحلوه انه هي تكون ما يعني تضحك وتشاق وهاي رغم هي نعرف احنا يعني تعاني من مرض معين الله يعني فعلا. لكن هي طيبه وترسل رسائل وتضحك وتشاق محبتي لها صحه وسلامه صحه وسلامه يا ربي والشفاء العاجل انا يعني كلش احب ميلاد سريع اكو عمل اشتغلت وياها شفت شغلت وياها مسرحيه جيبه من الجيبه شفته انه هي مسرحيه انتربيت مسرحية 56 شوف شو مرة اشتغلنا مسلسلات هواية اشتغلنا إذاعة هواية يعني قلت لك أكثر شيء وي ست ميلاد إيه بالذات بالمسرح تصير العلاقة أكثر مع الفنانين بروفة شهر وعرض يومي في يومين نتواجد فتصير فد ألفة ونصير عائلة واحدة يعني